وإلى أحوال الطقس، حيث أعلن وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة سيشهد تخفيفا نسبيا لحالة عدم الاستقرار في التقلبات الجوية، مع استمرار سقوط الأمطار ببعض المحافظات وانخفاض في درجات الحرارة مع اضطراب في الملاحة بالبحر الأحمر والمتوسط نتيجة نشاط حركة الرياح. وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية أنه منذ مساء الأربعاء شهدت القاهرة عدم استقرار شديد في الحالة الجوية بسقوط الأمطار الغزيرة، حيث إن تأثيرها واضح على المدن الساحلية مثل الإسكندرية ومطروح والسلوم وانتقالها لسيناء وشمال الوجه البحري بالبحيرة وكفر الشيخ، وهو الأمر الذي أدى إلى شلل تام بهذه المناطق. ولازلنا مع الطقس، حيث قررت محافظات البحيرة والإسكندرية وشمال سيناء تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث منحت الدكتورة سعاد الخولي القائم بأعمال محافظة الإسكندرية منحت إجازة رسمية في المدارس والمصالح الحكومية بالمدينة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة. ومن ناحية أخرى، قرر اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء منح المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة إجازة اليوم. وأعلن أيضا محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان عن منح إجازة رسمية للعاملين بالمصالح الحكومية وجميع مدارس المحافظة اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية. وفي سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا السيول والأمطار في البحيرة إلى 13 حالة وفاة، من بينهم 3 لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء. وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إن هناك ارتفاعا في عدد الضحايا، حيث وصل إلى 10 مواطنين لقوا مصرعهم بعد دخول مياه الأمطار لمنازلهم بقرى عفونة بوادي النطرون، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى وادي النطرون، بالإضافة إلى مصرع 3 آخرين صعقا بالكهرباء. كما ارتفعت أعداد مصابي أحداث سيول عفونة إلى 24 شخصا تم نقلهم جميعا لمستشفى وادي النطرون. القرية كلها مية وشتاء وبقينا ماشيين حافيين ومش عارفين نمشيهم ونمشي في ريح الشجر ونمشي الغرز في السكة، وطلعناه بصعوبة بصعوبة جدا على ما طلعناه. يعني المفروض يعني الحكومة تساعدنا شوية ونمشي شوية عشان خاطر نعرف نطلعوا الناس اللي جوا بس في القرية. على الساعة 2 بالليل لقينا السيول نازلة علينا دخلت البيوت وغطست المكن وبادية الزراعة، وفي ناس اتوفت وفي ناس راحت والطرق اتقطعت بحال اتجرفت، والحياة بقت فيها صعبة، لا فيها إضاءة ولا فيها أي حاجة خالص.